جمهورنا العزيز، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة من ليالي الشعر يتجدد بكم اللقاء ضمن فعاليات مهرجان الظفر للكتاب المقام في مدينة زايد. هذا المهرجان السنوي والذي يصاحبه العديد من الفعاليات والأنشطة بمختلف أنواعها وبتنظيم من مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، تقام هذه الأمسيات والملتقيات الأدبية تحت شعار أصوات حبتها الناس. نشكر حضوركم الكريم على التواجد، كما نشكر الشاعر على تلبية الدعوة، ونشكر جميع من حرص واهتم للتواجد وإحياء وإثراء مثل هذه الملتقيات والمنصات الأدبية. وخلونا نرحب معاكم بضيف أمسيتنا، وهو شاعر سعى لإبراز ما عنده من موهبة حقيقية بالمشاركة في العديد من المهرجانات الثقافية، ودفعت هذه الروح الأدبية للمنافسة في العديد من المسابقات المحلية وإحياء الأمسيات الشعرية داخل وخارج الدولة. فنرحب معاكم بالشاعر عبد الله بن عمر المنصوري. يستاهل. وأيضا نرحب بالفنان المبدع المتألق قصي المعمري. هذا الفنان اللي يشاركنا هذه الاحتفاليات ويتميز حقيقة بتلحين هذه النصوص الأدبية اللي تقوم باتفاق من الشاعر والمطرب لإحياء مثل هذه الأمسيات الأدبية والثقافية المميزة. مسيت بالخير شاعرنا، وحياك الله في محلك. يا مرحبا، الله يمسيكم النور وطول أعماركم ويسلمكم، وشكرا المهرجان الظفرة للكتاب على الدعوة الطيبة، وشكرا للقائمين على هذا البرنامج الطيب. وانت تستاهل يا بن عمر. تستاهل الخير، الله يطول عمرك. بن عمر ما شاء الله شاعر، ولك كثير من الصلات والجولات في الميادين الشعرية. لو بنتكلم عن جانب الربابة أنك معطنها حقها، ونتكلمنا في جانب الرديات والمجارات الشعرية أنك أيضا مبدع ولك العديد من المجارات مع شعراء كثر داخل الدولة وخارج الدولة، يا ليت تكلمنا عن بداياتك الشعرية بما أنك تمرست، والله ميزك بهذا الأداء الطيب سواء بالصوت أو بموهبة الشعر. فهل في شيء شجعك على شيء، أم الله أعطاك إياهن كلن وأنت خط التجربة هذه بنجاح؟ والله أولا يا عبيد، الله يطول عمرك، إحنا في بيئة شعرية وتعلمنا الشعر من حنا صغار. البيئة المحيطة بنا أغلبيتهم شعار يعني، وفن الربابة محبوب عند شيباننا، يحبونه ليا بعد المغرب ولا بعد صلاة العشاء، قال لك هات الربابة نبى نسمع منكوس، نبى نسمع مسحوب، نبى نسمع، يطربون له. والشعر الحمد لله يعني ورثناه وراثه، وكتبنا، كتبت انا كتبت الشعر وانا صغير، واخواني نفس الطريقه بعد. انا كتبت يمكن في عمر 13 سنه تقريبا الى 14 سنه. 13 سنه وطلعت به قدام الناس عبد الله ولا طلعت؟ يمكن طلعت به في تقريبا في 14 ولا في 15، طلعت عديت على منصات الحفلات اللي عندنا كترحيبيه وقصيده يعني، في مناسبه، في عرس. نعم، في مناسبه عرس او شيء. الله يوفقك التوفيق الطيب يا عبد الله، وحرصين على سماع جديدك. الله فالكم طيب، كل جديد وكل شيء طيب. يقول توكلنا على اللي كل من في الكون ما يخفاه، يعرف أسرار الأرض وكل بينها وخافيها، سجدنا له خفا وإعلان، والمقصود كسب رضا حوايجنا ما غير الله تعالى لي يقضيها. سلام. سجدنا له خفا وإعلان، والمقصود كسب رضا حوايجنا ما غير الله تعالى لي يقضيها، وعسى وبل السحاب اللي على الدولة تنثر ما هي مر ديار خطلان ليادي، لين يرويها ويسقي قصر ابو خالد وقصر ابوه لرباه، على كسب العلوم اللي تنومس راس راعيها. يا سلام يا سلام.
ويسقي قصر ابو خالد وقصر ابوه اللي رباه على كسب العلوم اللي تنوم سراس راعيها سحايب يود ابو خالد سوات الغيم ممن شاه الى مر الديار الممحله تاخضر نواميها عطى كفه مثل وبل اللي امر الهشيم احياء فقار الناس مداته من اول يوم تغنيها عسى يفداه منه لا عطى ماله ولا زكاه يصر المال والله خالق الدنيا ومفنيها وعسى وبل السحاب اللي على الدولة تنثر ماه على ما قال زايد يسقي الظفره ويرويها على ما قال زايد يسقي الظفره ويرويها سلامتك صح الله لسانك الله بيدنك الشاعر في تجربة أخيرة قمت بها في مهرجان أبو ظبي للشعر وكانت تجربة فريدة لو تكلمنا عن التجربة هاي اللي هي كانت كنوع من المجاراة أو المحاورة وشو شكلت لكم انتم كشعراء من شعراء دوله الامارات والله ابو محمد الله يطول عمر المعازيب والقائمين على البرنامج اللي قدمونا لهذا الشيء بعد هذا موروث قديم هذا موروث قديم يعني حتى كانوا شيباننا القدام كانوا يلعبون بين صفين وكانت بس من بيت البيت ما كانت يعني من بيتين بيتين والحين الحمد لله ان شاء الله التجربه اللي طافت الله يطول عمرك والمحاوره من اصعب ملعبه المحاوره هي من اصعب من النظم النظم انت تكتب على اريحيه ويالس ولكن المحاوره ارتجاليه انت تاخذ ما تقدر تكتب البيت الا لين تسمع بيت الشاعر اللي اما انت مطرش له بيته وهو رد عليك يكون نقض وفتل ايوه نقض وفتل فما تقدر تسرع انك تكتب بيت وهو ما تعرف شو مقصده ولا شو يبغي ولا شو عنده للمحاوره نقاش اخذ وعطى اسالك شو عندك تخبرني انا اخبرك هل هي تعتبر مبارزه شعريه نعم وكيف يبين فيها الانتصار مبارزه شعريه ومن اقوى المبارزات لانها ارتجال انا اخذ من عند الشاعر الكلام اللي هو يقوله انا افسره واطالع شو اللي مقصود فيه وانقض ونقض وفتل هي في المحاوره فهي يعني تجربه جيدة وطيبة ولكن تحتاج لها ممارسة. شو سبب يعني عدم تواجدها بكثرة هنا عندنا؟ والله كانت أبو محمد قبل موجودة كانت يعني موجودة وكانت تقام حفلات وكنا نلعبها يعني من أقولك من 15 سنة إلى قريب من 15 إلى 10 سنوات كنا نلعبها في حفلاتنا وكنا يعني في أماكن متعددة أبو ظبي يعني. ما شاء الله عليك عبد الله لعبتها وبحرفة. لكن أنا دار في بالي سؤال في هذه الفترة وما الله كتب أني أتلاقى معاك إلا في هذه الساعة المبروكة وهذه من فوائد هذه المهرجانات والملتقيات الأدبية أن تجمع الرجال بالرجال ونستفيد من خبراتهم ومن الأشياء اللي هم مارسوها الحين القصيدة اللي أنت توجهها لشاعر وشاعر يوجه لك الرد غدا قصيدتين صح ولا لا لكن قصيدتك أنت بيتك يعني إذا جيت بتسجل قصيدتك كاملة غدت مش مترابطة ولا متماسكة إلا بقصيدة هذاك. إيه نعم. طيب هني كيف تسجل القصيدة هاي؟ كيف تدون؟ هذه تكتب هي نفس المجاراة هي. بس إن فيها نقض وفتل فيها أخذ وعطاء. يعني إذا بسجل القصيدة لازم أسجل بيت الشاعر والثاني. لازم بيتين لي والبيت النقض بيتين الفتل وبيتين النقض. ولا ما تركب القصيدة. ولا ما تركب لأنها هي متعددة الأغراض لأن أنا يمكن أتكلم في البيتين الأولية عن مثلا موضوع. والبيت الثاني أنتقل من الموضوع مثلاً السياحة إلى الثقافة والبيت الثالث إذا أنا يعني الشاعر اللي قدامني فاهمني الشاعر اللي قدامي فاهم شو أنا أبغي من عنده أنا أسأله مثلاً عن التراث يقول لي والله التراث كذا وكذا خلاص انتهى التراث أنتقل إلى مثلاً السياحة أقول له شو شفت في السياحة يقول لي شفت واحد اثنين أنتقل من الموضوع هذا الموضوع ثالث هذا إذا كان يعني الشاعرين كلهم متمكنين من الموضوع تأكدت في هذه المحاورة الشعرية أنها مهمة وأن كثير من شعراء الدولة كانوا يتريون الفرصة أمثال الشعراء اللي مثلك وشرواك وأديتها بإتقان وكنتم متميزين فيها حقيقة وأبهرت وكانت من أجمل الفقرات اللي كانت تقام في تلك الفترة نتمنى إن شاء الله أنها تكون بعد مستمرة يعني بإذن الله أنها مستمرة بجهود الطيبين إن شاء الله الفنان الغالي شو مجهزنا اليوم؟ والله مجهزين ثلاث قصائد من كلمات الشاعر ومن الحاني واتمنى عاد ان تنال على اعجابكم ما تجود الا بالطيب يا طيب الله
بعيد الديار ما اقدر الوفك قلبي يغضى من الغالين الا بك اعوف غيرك ولكن ما اقدر اعوفك البارحة يوم حلم الليل لي يا بك وانت بعيد الديار ما اقدر الوفك قلبي يغضى من الغالين الا بك اعوف أشوفك وأشوف جيدك ولولوك وعنابك يتعب قصيدي ليت أعدد وصوفك أخاف ضعف نظر عيني من اسبابك لا مر يوم علي ما اقدر اشوفك البارحة يوم حلم الليل ليابك وانت بعيد الديار وما اقدر اشوفك اخاف يضعف نظر عيني من اسبابك لا مر يوم علي ما اقدر اشوفك البارحة يوم صح صوتك مبدع وما يستغرب هالإبداع منك يا وصي طول عمرك الله يسلمك شاعرنا نعم يا أبو شاركت في أحد المسابقات في الدولة أعتقد منكوس نعم كانت في دورة الأولى ولا دورة الأولى نعم كلمنا عن هاي التجربة ودام أنك شاركت مالك بد من أنك تسمعنا شيء من مشاركاتك بصوتك الجميل والله أبو محمد شاركنا هذا موروث قديم ما قصروا المعازيب الله يطول عمرهم قاموا عليه وعادوه من جديد وحطوا له برنامج وحطوا له جوائز وحطوا له لجنة وحطوا له يعني أحيته من جديد ولا هو كان بس اللي يغنونه البدو عند الشدة العصر المغرب بعد العشاء لكنه محبوب عندهم هي محبوب هذا غناء عندهم يعني إلى غنوه حتى هم تعبانين ينسون التعب بعد الشديد وبعد الطرقة وبعد له طقوس معينة له طقوس معينة نعم وشاركنا في دورة الأولى الحمد لله كانت مشاركة طيبة كانت مشاركة طيبة نعم وأدينا الواجب اللي علينا سمعنا شيء على المنكوس خلنا نتعرف على المنكوس ونسمع الجمهور صوتك والله عاد تسمحوا لي شوي الصوت مو لين هناك لكن غالين والطلب رخيص شي يقول الشاعر يقول هلا وين يا طير لضاق صيد راح جناحينا اللي من وطال ارض الشيء لنا
هنيا هيني يحقى ما يلعب ما ولا ينسى ما يخفف عنا الضيقة بالحومل سلامتك. يا سلام مبدع يا عبد الله ما شاء الله عليك بعدكم يا ابو محمد الله يسلمك. المجاراه الشعريه عبد الله في الوقت هذا نفتقر لها، كل شاعر يمكن يتحفظ او له خصوصيته هو قصايده، لكن انت تميزت بمجاراه ورديات كثيره مع الشعراء، ومش من اليوم، من يمكن بداية الألفين ولك نحن نسمع مجاريات ولا رديات بينك وبين كثير من الشعراء. شو تمثل للشاعر هذه، أو وين تلقى يعني وين حلاوتها، شو الحبك فيها؟ هل هي تزيد الشاعر مهارة؟ هل تكون علاقات اجتماعية؟ والله أبو محمد شوف، المجاراة إذا أنت شاعر وما تتجارى مع الناس، تكتب لنفسك بس وتحتفظ فيه، فيكون التطور عندك يمكن في كل سنة تقريبا 5% أو 10%، بقول لك إذا أنت مجتهد ممكن في السنة تتطور 10%، لكن إذا كان فيه رديات لا، يمكنك أنت في 6 شهور تطور 10%. فالرديات القصيد مثل المحاورة، مقاربة للمحاورة، لأن فيها نقاشات، فيها مشاكاة، يا مشاكاة غزلية يا مشاكاة طول عمرك، يعني أمور عن الحياة، او مثلا يعني اغلبيه الشعراء في المشاكات تم يشاكون مثل ما مر له من منازل عرب قديمين وذكرهم وشاف منازلهم خاليه، فتهيضت انا مثلا ورحت اشاكي عبيد انا مريت المداهيل وشفت الدار وشفت الاماكن وشفت كذا، هيضتني. فالرديات تقوي الشاعر مثل السكين اللي تحدها، إذا خليت أحكلت، وإذا أنت جاري الناس وتأخذ وتعطي سنينة. نعم. وحطيت بها قطعت. صح. نعم. فيه لك مجاراة قديمة أحيدها اللي سمعت لي موضوع وظنه عنيني على قافية الأريا. أريا نعم. شو نعم. موضوعها، خبرنا عن موضوعها، سمعنا القصيدة إذا حافظنا. هذه القصيدة الله يطول عمرك للشاعر سالم بن أحمد طيوعي المنصوري. نعم. استاهل ابوه، وكانت قصيده يعني حاطين عليها جائزه مسابقه، يعني كانت في جروب وحاطين عليها مسابقه، فانا ما كنت في الجروب اللي هي موجوده فيه، ما كنت في الجروب، والقانون اللي عندهم اللي يكون في الجروب ده يعني هو اللي شارك، تواجد في الجروب هو اللي شارك يعني يرد على القصيده، وفيها كان فيها شعره يعني، انا سمعتها سمع فعجبتني قصيدة سالم بن أحمد، أعجبتني طرقها، هي طرقها وفيها يعني روح بداوة وشدة ونزلة وحلال وكذا، فأحفظ أبيات له فسمعت أنا أعجبتني، جريتها مجراة خارج المسابقة، خارج من المسابقة. حبك في الطرح اللي يطرحه الشاعر. هي نعم، هو قصيدة اللي أنا بحفظها منها بعطيكم إياها، هو يقول: قم يا نديبي وقطع الدرب سريا، وخل العباد بنومها نايميني، والفي على محمد بعيد النظر، يا نقال حمل ما يشله وهيني، خصه وقله حالتي في خطر، يا قد لي شهر والنوم ما طاح عيني، سبت وليفن باري الحال، بري بري القلم لي باري، انه فطيني ولا شرع عودن على ساقير، يا قص السواقي وتركوه القطيني. ويروح فيها يوم يقول: يعلى الحياة يسقي جنوب وحدر، يا ويرضف على دار الغضي مرتيني، فيها أبيات ناسن اللي يقول: لين الملازم تمتلي والغدريا ويروي الظهارة والحزم والبطين. ايش رد عليه الشاعر؟ أنا عجبتني القصيدة وجريت تام جراها، أقول: السوق اللي ما فيه بيع وشريا، ينعاف ويعافونه الطامعيني، وهجوس فكري بالقصيد انتحريا، وقريت لي موضوع كان هي عنيني، يمكن على بعض لوادم عسيريا، لكن معنا كل قاسيلي يليني. يا سلام، يا صفق قلبي صفق موج البحر، يا نهار شفت ضعونهم راحليني، يقفى مع بدون على العسر ضريا، قطاعة الفرجة بلي عويني، شرفت
واللي طرشهم منتشر يا ونحيت خايف لا يبيح كنيني يبغون قفرن كل نبتة خضر يا تبني بهالعراء وتفرع سميني وعندي يقين ان المفارق قدر يا له في دينك ولا في ديني مل القلم مني ومل الحبر يا وعاد السهر وفراقهم مكتفيني يا فري صدري من عن الحب فري يا فري الصميل بحد شلفن سنيني من يوم فرقاهم وانا منتظر يا رب في رؤيا منام يجيني ما شفت شكله في البدو والحضر يا في دارنا والشام والرافديني هريت حالي يا دعج العين هريا تكفى علي لا تفرح الشام تيني لبد من يوم ان يجين انتصر يا ولا عليكم نصفق الراحتيني لو حيت لي هرجه من الناس عري حسيت صدري مجلس البابطيني يا سلام يا سلام يا سلام اشهد انك جريت يا جريت زين هني في تكمله طبعا قصيده سالم بن احمد فيها روح هي اللي اجبرتني وانا والله يوم سمعتها انكتبت القصيده المجاراه تلقائيا يعني الساعة. نعم زين وصلت القصيده ولا شعلومها عقب الله وصلت والله القصيده والله من قبل اسبوع انا اشوفها اعتقد ضاربه ترند في التواصل الاجتماعي ما شاء الله تستاهل نعم. تستاهل يا دمتي تستاهل خير الله طول مبدعنا الشاعر متوجد في القصايد والوجدانيات كلن حطن في كمبيوترك ايوه سمعنا توجدات الشاعر يبقى ما بيطول غيابك انت قدرك كبير كبير ربيتك ما ودي ان القلب يضربها يضربها
صوتك يا غصيب ويا الله ويهك خبير. ما يستغرب والله هذا الإبداع من الشباب أمثالك الله ما شاء الله عليك. شاعرنا طبعا لك مع الربابة علاقة وطيدة، لكن انتهت العلاقة هذه وانقطعت فترة طويلة، يعني دامت سنوات يمكن فوق العشر أو حولها قريبا. شو السبب؟ مع أنك ما شاء الله يعني من الشعراء أو اللي يعزفون على الربابة ويظهر صوت الحزن اللي فيها كله. والله أبو محمد مرت فترة والله كانت يعني تقريبا في السيارة ما تنزل من السيارة، شغلنا شوي والله عنها يعني، ولا مو بأنه ابتعاد كلي منها، شغلت يمكن عنها فوق العشر سنوات تقريبا. إن شاء الله راجعين مالك ما بنطول. تمتاز الربابة عندك يعني بحور معينة ولا اللي يناسبك من القصايد تقدر تيرها بالربابة؟ لا كله كله. الأولين يقولون أظني العود شهر والربابة دهر ولا العكس؟ تقريبا لا نفسح. ايه العود يقول لك شهر والربابة دهر. دهر السبب صعبة لأنها وتر واحد. هاي مش وترين ولا شيء، وتر واحد بس. وتختلف من أدائها في شخص لشخص على الوتر هذا، ولا اللي يتقنها يتقنها إتقان تام وخلاص؟ على حسب، ما تختلف إلا بالطبقات الصوتية، حد عالي حد وسط حد. متى يريتها؟ وهل أول ما يريتها بقصايدك ولا قصايد غيرك؟ والله مبطي يعني من وقت يمكن تقولك في 18 من العمر 19 تقريبا، لأن كان أبوي الله يحفظه يحبها، يحب الربابة حتى يومي مجلس بعد العشاء ولا هذا يقول لي هات سمعنا كم من بيت عليه. وهي شوف الربابة أبو محمد، إذا قبضت الربابة أنا أرتجل ما عندي مشكلة، أرتجل على الربابة أخصب في المنكوس، يعني أرتجل عليها ما في مشكلة. السبب هل أنها تعطيك جوك؟ نعم. ولها يقول لك مواسم، لها مواسم في الصيف آخر الوقت يعني من آخر الربيع إلى بداية الموسم مع طلوع السهيل، ومع هي روح بدوية، فيها روح بدوية أكثر من غيرها، فعند رحيل البدو ونزولهم هني تهيض على رعي الربابة أكثر شيء. الربابة أكثر شيء يعني تأثر عليك وتطري عليك في المواقف هذه. سمعنا غزل. غزل يا أبو محمد. عسن السحاب اللي ترى، يقول عسن السحاب اللي تبين وفيه رزام. عسن السحاب اللي تبين وفيه رزام. هي يقول بين حين وحين. عسن السحاب اللي يقول وفيه رزام، يقول على بين حين وحين على ديرة اللي فاقدين حوالي عام زلف عام ما جتني علومه، ولا ادري وين عسن الحبيب من هالطيب ما ينظام، ولا كدر ولا خاطر ولا بكت له عيني، لا غاب عني شفت طيفه مع الاحلام، ولا زارني زرته مع غفله الممسين. الى غاب عني شفت طيفه مع الاحلام، ولا زارني زرته مع غفله الممسين. انا حالف النايه لساعفت الايام واشوفه بعيني، عاد حنا من الحيين تغانم حياتك قبل لا ترتفع الأقلام، ترى عقب ما ينفعك لا قلت ليه وين، ترى النصر اللي في الحب لا رفرفت الأعلام، وخسارتك تبقى معك حتى اليوم. الدين سوالف هوانا ما تخالف قيم الإسلام، معارك محبة ما هي معركة حطين، ولا ذاق للدنيا طعم من يعيش وهام، لو انه بنى في خاطره مثل سورة الصين وترجم حضارات اليمن وبلاد الشام وعاش العصور الماضيه بين زين وشيء. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا ما ينشبع من عبد الله. عطنا قصيده ثانيه. قصيده ثانيه يقول ترى قلوبنا فيها قساوه وفيها طيب، وطغى طيبنا على القساوه وبدلها. ترى قلوبنا فيها قساوة وفيها طيب، وطغى طيبنا على القساوة وبدلها، نهذب سوالفنا الطريفة لكم تهذيب، لو تلف في بعض الدول ما تحصلها، اركاب البدو تصبر على العسر والتدريب، وعلى كثر ما ياها تقوم بحمايلها. هذا البيت فيه الفكرة مركبة تركيب تعرفونها، ولا فلان يبقى يلها سبايبك اللي ما لحق فيك شك وريب، وروح انت جمل يوم
من ساجمايلها وصالك محاله ظنتي والفراق الصعيب ولحظه فراقك يعني ما تخيلها. الله سلامتك. الله الله امين. بيض الله وجهك. وجهك ابيض يا ابو محمد. قصي. هلا والله. نبي شيء من غزليات عبد الله عندك. ليالي دون وصلك مليله. الليالي دون وصلك مليله. مليله. مليت لي صبرك، مليت لي قلبا على الصبر قاوي. مكانك لكن جاي من السلع والسلع فيها مهرجان وجيت مدينة زايد وأنا قدامك مهرجان. الله يطول عمار الشيوخ اللي ما خلوا علينا قصيرة وخلوا الدنيا هاي كلها ملتقيات وأعراس ثقافية والتقوا أخوان شمة ببعض وتعرفوا الشعراء بالفنانين بالأدباء وهذه نعمة يبالها حمد وشكر. شو تعني لكم مثل هذه المهرجانات شاعرنا؟ والله يا ابو محمد الله يطول عمر المعازيم ما عاد خلوا قصيره، في كل مكان حطوا مهرجان وودنا احنا نكون في كل مهرجان متواجدين، لكن بعض المهرجانات تتلاقى مع بعض. وانت وافي؟ نعم الله يطول عمركم ويسلمكم. احنا امس كنا في السلع واليوم في المدينه والحمد لله ان شاركنا اللي هناك وشاركنا اللي هنيك.
والمهرجانات اللي بتي بعد حاضرين احنا. هذا حظنا والله الطيب اللي جمعنا معاك اليوم يا ابن عمر. بركات الله وبركات المعازيب الله يطول عمره. شاعر لك اسمك وفوق هذا كله تسبق مراجلك وعلومك الطيبه يا عبد الله. الله يطول عمرك وعليك سعود يا ابو محمد. جمعتنا معاك مجال الشعريه عديده في السلع وغيرها، وكنت دائما تكون حريص على الحضور مثل هذه المجالس. شو بيسمعنا الشاعر قبل ما نختم امسيتنا هذه الجميله بوجودك وجود الجمهور الطيب؟ يقول: ألا يا عيوني كفي الدمع لا تبكين، ألا يا عيوني كفي الدمع لا تبكين، أخاف البكاء يجلب عليك الحساسية. ألا واهني اللي قضوا عمرهم سالين ولا يروا المنكوس مع كل عصرية. كبار القلوب اللي عن الحب متنحين، هواياتهم في العمر كبسة وصينية، يعذلون قلبهم مبحرم في بحر غزوين. عيده: يعذلون قلب مبحر في بحر غزوين على مركب تحماه قدرات إلهية. يعذلون، يقول: ألا يا عيوني كفي الدمع لا تبكين، أخاف البكاء يجلب عليه الحساسية. هلا وهني يلي قضوا عمرهم سالين ولا يروا المنكوس مع كل عصرية. كبار القلوب اللي عن الحب متنحين، هواياتهم في العمر كبسة وصينية، يعذلون قلب مبحر في بحر غزوين على مركب تحماه قدرات إلهية. مضالي مضالي في ودادة ثمان سنين، ونكتب على شانه على كل قافية إلى من بغيت أنساه. وسلة مع السالين يدد علي جرح الهوى، صوت قمرية تجر الونين، وحايرة في طرف غصنين وتبكي لكن دمعاتها غير مرئية. هنا من بكاها شفت خضر الغصون تلين، توسلها بالطيب ولا المحنية. هنا بس سألت بالله بالصوت من تعنين، وهي قالت عن القلوب الهووية. يا سلام يا سلام يا سلام، والله ما ودي اختم نبغى غيرها. محمد عادل القصيد كثير، ولكن والله ما ادري ايش اللي نحفظه منه. الله يا ابو محمد، شو اللي تبونه حاضرين؟ طلب الجمهور غزل اللي تبونه احنا حاضرين فيه. اشكرك. خلني اشوف وش اللي موجود. القصيد وايد، ولكن والله الأغلبية إن ما نحافظها. محمد اكتفي ببيتين بس. يلا. يقول: مساء الخير يا ملك على عرش الغلا مجلاس، هذا عرشك وهذه مملكتك اللي مسويها. أنا مالي نظر في الغير، لو تكثر جموع الناس أنا بك مكتفي عن قاصي العالم ودانيها. سلام يا سلام. شعرنا بيض الله وجهك. وجهك أبيض على هذا الحضور. وهذا التميز حق واجب، وهذا الإبداع الغير مستغرب. الله يسلمك. ونتمنى أن نستضيفك في مهرجانات وأماسي غير المسيه هذه، وأنت من الشعراء اللي ما تبخل علينا بحضورك دائما، وهذه من عوايدك يا عبد الله. تستاهلون الحضور يا أبو. مشكور على هذا الوصل، وأيضا الشكر موصول لقصي والنجوم اللي معاه علي البلوشي وعبد الله عبد الكريم، مرافقيننا من بداية هذه الأمسيات. نشكر جهودكم وتواجدكم معنا، وسبحان الله اللحظات الجميلة تقضي عجلة. باكر بيكون آخر يوم من أيام هذا المهرجان اللي جمعنا معاكم، وإن شاء الله نبي نجتمع معاكم كل حول على عز ومعزة وطاعة يا رب العالمين. انتهت أمسيتنا لهذه الليلة ولم تنتهي ليالي الشعر، فنحن على لقاء بكم في ليلة جديدة غدا بإذن الله مع ليلة الشاعر مبارك بن يافور العامري. نترككم في رعاية الله بعد تكريم الأستاذ جمعة الظاهري إلى شاعرنا المبدع عبد الله بن عمر بلوحة من أنامل الفنانة ملاك.